السلام على ايه اوكي عشان طالب العولة بصر الليل بتقوله الحلم بيتحقق وهانب بس شوية وهنقوله حلم ان اطلع الفضاء ودينا هوت من نجومه وزن تقيل على اي بيت بيبي اي في اللايك سومو. لو انت عجلة يا زميلي بالسهلة بدلك سريع زي النعم انت راسك دي انا بدفنها اي مشكلة ايش تطمن يا زميلة هندلها ان اديها جريت مرعوبة بعد ما نادتلها ناس كتير دي بتقفلم بتحور عايز المصلحة. لو انت صادي يا زميلي نصيحة لازم مطرحك قال ليه الناس بعد شوية اسمه هيندو اتحرك وفي ناس بتنادي على اسمه جوه مشرحة مش مفتري بس بعرف اظبط الزبون وانا مشتري لاي صاحب سالك مظبوط بتحول بربري بس ده وقت اللزوم محتاج سمكري يظبط زاوية الهجوم يا زميلي انا في ظهرك دايما وقت معركة عكس الناس تانية بتتلم بس وقت مفرقة. البنت دي بتقول انها بيا مغرمة بس اسف بيبي مش فاضي عندي طموحات وطمع طمع في سلطة في فلوس واكون محسوبية خش المول اصيف وانا معرفش سعر الحاجة دي مش عاوز اي نوع من انواع المسؤولية عايز اعيش اموت خفيف خفيف عاوز حياة سخية بصم النهاردة الشخص جديد مفيش وجع دماغ ولا حزن واكتئاب اي باب هيتقفل في وشي برجلي هكسره اي واحد ما يعجبنيش هعيد تشكيل منظره اوكي واقف قدام الجون بس انا مش شايف الساندا مات اكس ماكس يا زميلي مش شايف سانتا بيبي انت ليه طعمك وحش قوي كده زي فانتا اكلم واحد صاحبي يجيب لي صفه من هولندا عشان طالب العولة بصر الليل بتقوله الحلم بيتحقق وهانب بس شويه وهنقوله حلم ان نطلع الفضاء ودينا هوت من نجومه وزن تقيل على اي بيت بيبي اي في اللايك سومو انت غلط انا صاحب عدنا عن اي مجادله راسي مصدع بيبي مش هكمل المكالمه قفلت في وشها وقلت لها مش فاضي لك بيبي عندي مواعيد بيبي انا مش من نصيبك صاحبي انت مش صاحبي مفيش بينا اي رؤى خص مستنى عليه فين تو ثانيه من على البيت ده يقع الايام دي يا حبيبي ما ينفعش فيها بكا بجري زي امبابي على رزق عايز املاك ورزم عايز فلوس عايز شيست عايز فيلا تي على مين يا زميلي ده انا اللي معلمه عايز افهم اخبار 24 ساعه عايز ابريكو ولا بيفرقوا وما نحس فيكم امسكوا سلام السلام على البيت.